السلام عليكم ومرحبا بكم في انا الطبخ ليلى. ان شاء الله اليوم في هذا الفيديو غادي نقدم لكم واحد وجبه عشاء اللي سهله وبسيطه، مكوناتها جد بساط، متوفرين في كل منزل. كنتمنى ان هاد وجبه عشاء هادي تنال اعجابكم. ما نطولش عليكم، خليكم تابعوا معايا المكونات وطريقه التحضير. ما تنساوش تشتركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد وفرجه ممتعه. نبداو على بركة الله بمكونات العجين اللي غادي نحتاج فيهم. عندي هنا 300 غرام ديال الطعيم، بيضة صغيرة، غادي نزيد معلقة صغيرة ديال السكر سنيدة، غادي نضيف نص كيس ديال الخميرة الحلويات. هاد الكيس فيه 8 غرام، غادي نضيف فقط 4 غرام. غادي نضيف معلقة صغيرة ديال خميرة الخبز أو الخميرة الفورية، معلقة صغيرة ما تكونش عامرة ديال الملحة، ومعلقة صغيرة تكون عامرة مزيان ديال الزبدة. عندي كاس ديال الماء دافي، غادي نبدا نضيف الماء في نفس الوقت نعجن. بالنسبه ل 300 غرام ديال الطعم هي تقريبا 3 الكيسان ديال العنبه، هزوا ليا كاس لاروب ديال الماء. غادي نغطيها دابا من بعد ما غير جمعتها شويه، راه ما تلكتهاش كيف كتشوفوا. غادي نغطيها بالسلوفان ونخليها ترتاح وتضاعف الحجم ديالها، ونمشيو دابا نوجدوا الحشوه. بالنسبه للحشوه غادي نحتاج واحد البصيله صغيره، غادي نحكها في الحكاك الرطابه. غادي نحك واحد فص ديال الثومه، فص كبير. عندي تقريبا واحد نص كيلو ديال الكفته ديال الدجاج، الى عندكم نتوما ديال الفكري ممكن ديروها، ممكن ديرو ديال لافان اللي متوفر عندكم. بالنسبه للتوابل غادي نضيف شويه ديال التحميره، واحد معلقه صغيره ديال التحميره، نص معلقة صغيرة ديال البصل، ملحة، وغادي نضيف شوية ديال الزعتر. غادي نضيف شويه ديال الزيت، اي واحد شويه ما غاديش نكثر، بيضه صغيره، الا ما عندكمش صغيره ديروا نص بيضه. وغادي نضيف شويه ديال القزبر وملح، غادي نضيف تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال لاشافلو أو لا الخبز اللي كناخدو كنطحنو كنكرمو أو كنطحنو. هاهو غادي ناخدو واحد جوج معلقات. صافي دابا غادي نخلط كلشي مزيان. هادشي حتى هو وجدتو مباشرة من بعد العجينة، أو غادي نخلطهم مزيان ونخليهم مرقدين مع بعض الكفته في هذه العطريه حتى توجد العجينه ندوز نشكل الكفته ديالنا.
صافي دابا من بعد ما ارتاحت العجينه ديالنا ها هي شوفوا كيفاش شاتكم تنحطها هنا باش ندلكها واحد شويه صافي من بعد ما دلكتها واحد شويه ماشي بزاف غادي نشكلها كرات صغيورين هانتوما من بعد ما شكلتهم غادي نشكلهم كرات من بعد ما قطعتهم حاولوا نديروهم كلهم بنفس الحجم كنرش شويه ديال الطعيع غير شويه ما نكثروش باش ما تلصقش لينا وصافي نتوما شفتوا راه صغير نقص منه مازال شويه صافي هنا من بعد ما شكلت 15 كره كيف كتشوفوا ها هي غادي ناخذ الكفته وغادي نشكل 15 كره ديال الكفته كنديروا تقريبا الكره ديال الكفته قد الكره ديال العجين صافي من بعد ما درت شكلت 15 كره ديال العجين هنا غادي ناخذ هذا القالب هذا اللي دائري غادي ندهنوا بالزبده ندهنوا مزيان غادي نحط المول ديالي على جنب وغادي ناخذ كره بسم الله كنسرح الكره بحال هكا هانتوما كناخذ كره ديال الكفته وكنسد عليها هانتوما كنسدها مزيان وغادي نحطها في هذاك القالب كيف كتشوفوا بحال هكا نعاود معكم وحده اخرى صافي انتما بعد ما كملتهم غادي نغطيهم نخليهم واحد شويه يرتاحوا تقريبا واحد نص ساعة هكا باش دابا الجو بارد باش يلاه يخمروا ويرتاحوا المهم غادي نغطيهم ونخليهم هكا فاش غادي يخمروا غادي ندخلهم مباشرة للفران هانتوما من بعد ما طابت ها هي مازال سخونة كيف خرجتها من الفران ممكن نخليها تحمر شويه من الوجه ديالها هنا غادي ناخذ هذا الصوص ديال البيتزا ممكن تصيبوها غير بوحدكم المهم الصوص ديال البيتزا راها معروفة وكندهن لها الوجه ديالها بحال هكا غادي ندهنها كامل ونحك عليها الفرماج احمر وفرماج ديال الموتزاريلا ممكن ديروا غير نوع واحد راه كافي غادي نحط شويه ديال لاصوص هنايا
ومن بعد غادي نحك يعني نحك الفرماج مكسر اللي عليها كامله. من بعد غادي نحك الفرماج الحمر وغادي ندخل الفران غير يذوب الفرماج ويتحمر شويه صافي ونخرجها. نحاولوا نحطوا فوق الفرماج فوق هذوك الكرات. صافي دابا غادي ندخلها للفران كيف صوت عليا ذكرت غادي نشعل ليها مشعل الاصل الفران ما طفيتوش من الفوق ومن التحت غير كتحمر ونخرجها ان شاء الله نوريكم الشكل النهائي. صافي ومن بعد ما ذاب الفرماج وتحمر شويه غادي نزينو بشويه ديال الربيع غير باش يهرس اللون كذلك كيعطي مذاق زوين. وهذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها، راها ساهله بسيطه وبنينه بزاف، ممكن تحضروها للغداء او للعشاء غادي تعجبكم وتعجب وليداتكم. كنتمنى ان هذا الفيديو هذا يكون عند حسن الظن ديالكم. نخليكم ونطلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع وصفات جديده باذن الله.